في البداية برحب بالسيد فرانسيس تشيردوني رئيس الجامعة الأمريكية وجميع الأساتذة الأفاضل قيادات الجامعة وجميع السادة الحضور. النهاردة الحقيقة يمكن برضو من اللحظات اللي بتبقى لحظات بالنسبة لنا لحظات يعني سعيدة إن احنا نتفاعل مع أعضائنا ومع جماهيرنا ونتفاعل مع مسمى كبير جدا هو تحت لواء النادي الأهلي. النادي الأهلي مش نادي رياضي بس. النادي الأهلي مش بيسعى دايما لتحقيق انتصارات وبطولات رياضية فقط. النادي الأهلي عليه مسؤولية مجتمعية كبيرة إن النادي الأهلي مسؤول وسط بلدنا الحبيبة مصر والأمة العربية والأفريقية وأمام العالم كله إن يكون ليه دور مجتمعي. من بدايتنا واحنا بنفكر يعني لا برجع بقى من 3 سنين ونص تقريبا واحنا بنفكر ان احنا نقدم يعني نتقدم لخدمة النادي الاهلي فكرنا كمجموعة مجلس ادارة فكرنا كلنا مع بعض قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام والزام امام الجميع ان احنا ازاي نخدم النادي الاهلي ونخدم المجتمع ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي لا دور تنموي ودور مجتمعي عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا لان التعاون في التعليم كان ضمن اهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الاهلي والنهاردة هنحقق هذا الامر الحمد لله برضو كنا بنكلف كل الزملاء اعضاء مجلس اداره كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه كنا كلفنا من البدايه المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الامر الى ان يتم النهارده هذا الموضوع. النهارده النادي الاهلي كيان كبير جدا الجامعه الامريكيه كيان تعليمي كبير جدا التعاون بينهم اكيد ان شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا ازاي بتدير مؤسسة كبيرة ازاي يكون عندك نوع من انواع الفكر التسويقي الفكر التمويلي ادارة المنشآت الرياضية محتاجة يعني محتاجة خبرات كبيرة محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد النادي الاهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا إزاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع أن هو أو طبعا أشخاص كتير إن شاء الله يستطيع أن هم يعني يفيدوا بتطور عالمي يفيدوا في كيفية إدارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده أمر أعتقد أن هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية أمر أعتقد أنه هو يعني يفخر به النادي الأهلي وأعضائه أن كل واحد فيهم النهاردة بيحس فعلا أن احنا متجهين اتجاه آخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات لكن بنسعى كمان جدا لأن احنا نشارك في تطوير الإنسان. أهم حاجة عندنا الإنسان أو المواطن ده مهم جدا جدا ان احنا كل مؤسسة رياضية او غير رياضية تستطيع انها تقدم شيء للمواطن المصري يريد تقدمه لان احنا في النهاية ده كله ده هيجتمع في النهاية لتطور بلدنا بإذن الله وده الامر اللي احنا بننهجه جميعا او نتمناه جميعا بإذن الله. احنا سعداء جدا بوجود حضراتكم وعايز اترك انا المساحة لأي استفسار لسيد رئيس الجامعة سيد فرانسيس لو في حد عايز اي حاجه مني انا تحت امره. بشكركم وبشكر حضور كل حضور مره ثانيه. شكرا.